لو الحكاية فيها إن فيجو عازم لقينا حتة الصبح من باقي دماغه والله دفناها عندنا هنا. دفنتوها هنا؟ والله دفناها هنا الصبح أول ما جيت الصبح. طب أنا عايز أعرف هل الإسعاف شالت الحاجة دي أو المباحث أو الإنابة؟ لا ولا ده ولا ده، أول ما وقع طبعا بعديها بشوية كده بعد ما الناس خدوا البتاع إحنا لمينا. لكن الإشتاء دي محدش سأل عنها حتى. ولا حد قال هي فين. إحنا اللي شلناها وإحنا اللي عملناها. شريف أنت كنت حاضر وقت ما باسم صبري وقع هنا في شفت ايه بالظبط؟ دول ماشي شفت واحد مثلا عند الدور الثاني كده هو بيقع وقع براسه على الارض وقع بعيد عنك بقد ايه يعني مثلا 10 متر 10 متر 12 متر اول ما وقعت كنت متوقع ايه اللي وقع يعني حتى كنت شايف بني ادم انا مش محسوب بني ادم الاول محسوب مثلا لاعب حد رمى مش في دماغك اللي بني ادم لا بلا مرفت بقى شفت المخ مشلول والاشلاء بقى ده هو ضرب زي القنبله الوجع زي القنبله وقع زي كان صوت جامد صوت جامد فاهم يعني رحت العماره بالظبط ولا قدام شويه المفروض يعني وقع على العربيه وقع بعد العربيه هو في الحته دي بالظبط يعني مثلا بعيد عن العماره بخمسه متر العربيه طويله المفروض يقع عليها ما وقعش عليها وقع بعدها وقع على دماغه على طول وقع على دماغه بعد العربيه بعد العربيه اللي كانت بعدين مثلا قول مثلا قدام العماره ب 5 متر او 6 متر قدام العماره من الناحيه الثانيه يعني من قدام العماره بعد الرصيف ب 6 متر او 5 متر بعيد عن العماره يعني كمان هتسجل عندي في الورق عم حسن كان في اشلاء كان في اشلاء لجوس باسم ولا كان جوس باسم وحوالي كده الساعه 6 الا ثلث كده انا واقف كده 6 الا ثلث بعد المغرب يعني كانت هي 6 الا ثلث بالظبط سمعت قدام كده في الارض افتكرت حاجه وقعت من العماره بس قبل كده وقع جبس البرواز الجبس ده الحاجات دي وقعت كرانيز دي هي وقعت عربيه بص كده الموت واحد وقع هو وقع بعيد عن العربيه وقع نص الشارع بالظبط نص الشارع يعني المخ بتاعه الدماغ بتاعه جت حته من هنا حته هنا قدام قدام الكشك اه دفنتوها هنا دفنتوها هنا تحت الشجره هنا طب كان في اهتمام من الاسعاف ان هي تشوف الاشلاء او المباحث ما فيش اسعاف جت بعد بعد ساعه الا ربع ومشوا وجت المباحث بعدها بساعه ونص كده بس ما حدش يهتم بالاشلاء لا ما حدش اهتم هو مش اشلاء هو مخه بتاع الدماغ مخه مخ بتاعه بس هو جرينا جبنا كافيه كان ايه؟ قلت له في حته من مخ قال لي جاب قلت بتاع الاسعاف والله مهتم قلت له مهتم سابه سابه وبعدين احنا دخلناه في الشغل يعني انا قلت له خد قال لي